أبو علي كمنظم، هل دخلتم في صراع مع الرواديد بسبب تعدد الألحان الذي فاق المعقول في بعض الأحيان؟ يعني يجيب لك واحد مثلا في 16 لحن أوزان، يعني إيه كلحن أوزان معروفة، يقول لك أنا عندي مثلا 4 أوزان، بس لما نجي الألحان الوزن الأول في كسرتين، الثاني في كسرتين، ف شلون تعالجون هذا الموضوع مع الرادود؟ أول شيء أنا بشيل مفردات صراع من السؤال، يعني اسمح لي، يعني ما أتذكر إحنا كنا دخلنا مع أحد صراع، دائما في تفاهم، رواديدنا ما شاء الله كلهم على مستوى المسؤولية وناس متفهمة جدا، يعني كل الفئات اللي أشتغل فيها ساعات تكون لنا ملاحظات قبل الإلقاء، يعني من يعرض أوزانا نشوف متعدد. أنا أستذكر أن شفت واحد عرض علي أوزانه، شفت الأوزانة يعني أقرأ، يعني تخيل لي 20 مو 7، نعم، يقول لي هذا الوزن وكسرته، مو هذا بعد تلاقي 8 أوزان وكل واحد عنده كسرة، أقول شلون بتنشاله؟ أسمعه يختلف. فجت فترة من فترات، مو أقول لك المتغيرات، متابعة الرواديد المواكب الأخرى، نعم، وكان هذا يميل لمدرسة جعفر، أستاذ جعفر الدرازي الله يحفظه، فحتى أتذكر التقيته في لقاء خاص لما شفت عرض الأوزان متعددة أفراد، قال مشكلة هاي الساحة الحين قاعدة تأخذ هذا، بس أقول له تعرف ترى إحنا مو كل شيء نعكسه هني، ما يعني هذي بلا استيعاب، أولا الكتاب بتمل ولا تعرف تكتب، هي تحتاج صنع على الصنع، يحتاج قافية معينة، يحتاج في مطالب عند الشعر أنت تعجزه هالأوزان تعددها، هذا يلاقي حتى نفور عند الشعراء، يعني امتعاض لما يشوف لك، احنا اليوم نشوف نعطي 6 يبدا تنعكس ملامح وجهه لما يشوف، ولا جماعه كيف نكتب، يعني يعني اضطرينا في الفتره الحديثه الفتره الاخيره ان اللي بيسند يا جماعه لشاعر يكتب ليه، طلع ليه، طرش ليه تسجيع عشان يفهم وش يقول، كان طالع اوزانك صدق مكتوبه، بس ما ادري ايش تبي انت فيها، رحم الله والدك طرش لي تسجيل الا اللي تبيه، شوف الصعوبه، احنا اثقلنا على الشعراء. يعني مع تحياتي للإخوان باقي الفئات، ترى جملة الشعراء طبعا عندي فيها نقطة ثانية لكن ما بتطرق لها على أساس لا أبتعد عن السؤال. يعني أعتقد هم الشماعة في كل الأمور صراحة، كثيرا ما تعلق أمور كل على الشاعر، لا ترى الشاعر كان يثقل بما يوصل إليه ويطلب منه، فجت فترة من فترات فعلا في عودة إلى قصيدة الجاهلة، وهذه أراحنا فترة ما، لكن التغييرات في الساحة العزائية أنت ما تقدر تهرب منها، في تغييرات يعني فارضة عليك، ويجيك جيل يستمع إلى الخارج أكثر من داخل، فش تسويها؟ تقول تبي من هذا الجيل رادود، مو هو قاعد مستمع عند دائقة متحولة من الخارج إلى الداخل، ما تقدر، إذن ما تقدر تفرض عليه الرتم الداخل على طول السنين، يعني كن واقعيين، إحنا صار يعني توازن، فتعدد الأوزان فعلاً شفناها الإسهاب فيها، وجهنا الجماعة قللوا هذا الأسلوب، لا الشاعر قادر يكتب ولا الراد ولا المتلقي أو المعزي قادر يتجاوب وياك في المشكلة، أقول لهم جماعة 12 وزن، يعني قل هذا اللي طلع زين اللي طلع ياك، لا يعني أنت تطبق 100%. ففترة ما فعلا بعدين وصلت جت فترة من الزمن فعلا صار تراجع إلى أن تشوف اليوم أنت أحد الروادي تكتفي بأربعة أوزان، في تراجع خلاص، جت فترة معينة ومتابعة وشفنا سلبياتها، هم حطوا إيدهم على سلبياتها، يعني خلي يعيشون التجربة، لا يعني إن هي فعلا نقول لهم هذه سلبيات هذه الحقبة، أزيلوها لأن في تراجع، جزء منها تململ الشارع، تململ الحضور، جزء منها تعدد أوزار المفرطة، لازم نعطيهم هذا الواقع، وهذه فعلا توصل هاي الرسائل للروادي، وروادي نعتقد الفترة الأخيرة في تراجع يعني ممتاز،
في هذا الأمر التفكير فيه أن لا يسهب في طرح الأوزان المتعددة. أبا زهراء، هل أنت راض عن مستوى تجاوب الشعراء مع إدارة الموكب حيث أن البعض يتهمهم بالتقصير؟ عقل أنا أتكلم عن الفترة اللي كنت فيها، يعني الحمد لله كان الشعراء متجاوبين وما حصلت منهم أي تقصير. وأنا أقول هذا كله يعتمد على الرادود نفسه كأساس، وأيضا اللجنة، لجنة الموكب أو إدارة الموكب مهمتها أيضا هي التنسيق بين الرادود والشاعر في بعض الأحيان يعني. وهذا مثل ما ذكرت في البداية، إحنا لو كانت موجودة في كل لجنة أو في كل إدارة موكب لجنة خاصة بالرواديد راح يكون عندها هذا الموضوع جدا سهل. يعني أنت مثلا فلان رادود عندك الليلة الفلانية، في هذه الليلة محتاج تجهز لنا قصيدة، القصيدة أكو عندك فلان من الشعراء اثنين ثلاثة، اقعد رتب واختار واحد منهم مثلا بهالطريقة. فراح يكون الشاعر إذا كان متابعة وياه من قبل الإدارة بالطبع يعني هو راح يكون يحس بعد بأن هناك فعلا في متابعة. أنا ما أقول ما يستجيب إلى الرادود، لا يستجيب إلى الرادود، بس بعض الأحيان يكون هو منشغل بنفس العمل لكن من سبقك أنت، يعني أنت رحت له متأخر فلا تحمل المسؤولية وتقول أنه يتهرب مني يعني. بس أنا أقول الشعراء ما شاء الله عليهم قاعدين يكتبون وقاعدين يتابعون وما أشوف أنا أحد. أنا في الفترة اللي كنت موجود فيها اللي تعاملت فيهاهم كانوا كلهم متعاونين يعني. ومو دائما أنت ترجع إلى الشعراء بعد، يعني مثل ما ذكرنا إحنا ترجع إلى كتاب مثلا ملا عطية الجمرات الودية وغيرها من الكتب اللي موجودة. لو مثلا أنت ما حصلت شاعر، افتراضا ما حصلت، فأنت كل يعني المهمة هي تركز على الرادود نفسه أكبر من مهمة تكون عليه أكبر من الموكب، ولأن الموكب المفروض يكون يعني إدارة الموكب يكون عليها عندها دور كبير في هذا المجال. لكن كرادود يعني أنا لو مثلا هيئت الشاعر والرادود ما عنده حتى نفسية كلجنة عزاء لجنة الرواديد، لكن الرادود ما عنده نفسية وكل يوم كذا، يعني مو دائما نقول كل الشاعر، يعني بعض الأحيان يصير هذا الشيء، يمر بظرف معين الرادود وما شابه. أبا زهراء، هناك مقترح بتشكيل مجلس استشاري يتكون من بعض الإداريين السابقين وذلك للاسترشاد بآرائهم، هل تؤيد هذا المقترح ولماذا؟ نعم أؤيد هذا المقترح وبشدة. طبعا ما خاب من استشار. نعم. والشورى طبعا هي أمر مهم جدا. أن أنت ترجع لأهل الخبرة، يعني أنت أخذها على مستوى ملوك، على مستوى أمراء، على مستوى رؤساء، على مستوى حتى على وزراء، حتى على رؤساء دوائر وما شابه. نعم. وكل هؤلاء لديهم مستشارين، مستشار سياسي ومستشار إعلامي ومستشار اقتصادي وإلى آخره. فبالتالي إحنا هذه ضرورة أعتقد ملحة أن يكون في عندنا استشاريين. هذه الكيفية هي يعتمد على الإدارة المشتركة للموكب هي تقوم ب، بس كحاجة لها محتاجين إلى هذا الأمر. أحسن. أبو علي، كلمة أخيرة للمعزين وإدارات المواكب في المنطقة. أنا أقولها لدن يعني إلى إدارات المواكب، يعني المثقلة حاليا أمانة المثقلة، وهم يسعون وبدلوا الكثير في الفترة الأخيرة، يبدلون لا زالوا يبدلون بدلون صحاب. أقول يعني فلنتحمل تبعات المتطلبات جيل بعد جيل، هذه هي المكلفة. دائما نتغنى بتاريخ ما كانت أوج، جيل يجيك في ساعات هاي ثقافته، هاي المتغيرات، البعد الاجتماعي ساعات تسبب في هذا كله. أنت لا يعني ذيك الفترة كان معظم الشرائح ساكنة في المنطقة، اليوم كلها معظم يعني أنا جاينك من خارج المنطقة. هذه مؤثرات لا يعني لا تتغنى بذيك الفترة، لأن فيها ظروف ساعدت على هذا كله.
حاليا لا نرمي لما يقولون لا نرمي الثقل على فئه معينه فيها امور معينه بس حاجه واحده. انا اتمنى من الادارات يعني حاجه رئيسيه ان تكون في فعاليات خارج المناسبات، يعني فعاليات مشتركه على سبيل المثال، يعني في كل جبهات او في كل فئات العمل في العمل الموكب. حاليا الشعراء هل انت خليت لهم فعاليه معينه استشعرتهم بمكانتهم؟ لا، يعني خلي لهم فعاليه تخص شعراتنا، يعني تخصهم ليله شعراء، منتدى الشعراء هذا الان طرحناه كان السنه بيتنفذ ولا الظرف ظرف الوباء المنتشر، الله يجيرنا ويحفظكم جميعا. هذه نقطه معينه، يعني الرواديد خليهم تلاقي معين، خليهم يعني ليالي معينة، ليهم ملتقى معين، ملتقى مشترك. وإحنا طبعاً هذا الأمر تجاوزناه من الداخل، أنت شايف أن حابي أنقذنا ليلة السبت، مختصينها بليلة بالرواديد والشعراء، سويناها شاملة. يعني نحسس نقول إذا ليه يطلع عندك خلال أسبوع مر علينا سمعنا إياه، وإحنا مستعدين نسمعك، تجارب متواصلة، بعضهم شعر بهذه الهدف. بس احنا نقول نبيها رسميا يا جماعه قبل محرم، ويستذكرني اخويا ابو قاسم استذكره حاليا في مطلب كان يقول يعني يا ليت ابو علي عيشونا الجو، عيشونا الجو على الاقل دخلونا الجو، انت تجيب له شاعر طالع من فتره راكده قل له اكتب ابو قاسم واخرين، يعني لما يجيب بيكتب يقول لك ابو عيش جو محرم، يعني لو تبي اليوم دخل محرم تبي منه قصيدتين الا يبرزون اعتقد ابو قاسم خاطر ده عنده وقت. لو كنت جيلي قبل أسبوعين ثلاثة تقول لي ربع وهذا حدث وشفته ويا أبو قاسم الضار إلى ولده طالب منه يكتب وفي، لكن خليه يدخل الجو. أنت الشاعر كيف تهيئ له جو الكتابة؟ لا ترميها على الشاعر وترميها على الفلان، يعني حتى الرادود. أعطيك مثال، إحنا عندنا عمل فني وأنت أعتقد أن أنت شخصياً أدرى بمجرياته. لما عاشوا الجو واحد من الشباب وسمعته من يقول دخلنا أجواء محرمة، مو دخلت الجو، إحنا جايين نصور عمل فني وشوفنا يقول دخلنا جو محرم، إحنا في المأتم والأطمية والإضاءة والكلمات والإيقاع كله، أنت دخلت قبل الوقت، فهل يعني التفت لهذه الجملة؟ تجد بالنسبة للمعزين خلت تكون فعاليات أخرى ثانية في ملتقى ثاني، يعني بما يرونه، يعني لا تكون بس من عام من شهر رمضان لقاء وفاة الإمام علي سلام الله عليه، يجي لمحرم فترة توقف جفاء جافة، تعال يقول لي تعال نحضر، في شيء خلل، في شيء معين، يا تستدعي يا تسوي فعالية هنا في مأتم أحد المأتم المنطقة هنا وتحث عليها الحضور إداريا، وبعض الأفراد ما يشوف أبو علي إلا في الموكب ليلة العزاء المشترك، ليش ما تخليه يستشعر أن هذا الوجه يصير عنده مألوف؟ نعم، يعني يجيب فترة يقول شوف كأنه تشوف بعضهم كأنه تتلاقى الأغراض، من مسؤول عن هذا؟ نحتاج نفعل هذا الجانب. وأعتقد لا نحتاج، يعني إحنا الحاجة الوحيدة اللي يعني شوي مشاركة عندنا إذا توفى واحد في عدد مناطق نشوف نلتقي ويحضر الجميع لأنهم أهل طلبوا. أنا نقولها الجيل الحالي من الشباب إذا كانت في فعالية معينة يعني تركز تتوزع في كل مأتم في فترة معينة وعد إليها وحشد إليها بأي طريقة، حتى لو استدعى بأسماء معينة لامعه تسبب حضور الجميع، أو ممكن الإدارة المشتركة يتم تحضيرها للتساؤل. يعني هذا ليش، يعني إحنا حاليا من الداخل نسوي لقاء مع المعزين، ليش ما يصير لقاء يعني المعزين مع الإدارة المشتركة؟ هذا ما حدث، ليش ما يصير؟ هذا شو بيخفف عندي كم سؤال، خليه يسأله حتى خارج حدود منطقته، خليه يسأل، هذا شوي يخلق جو من الترابط أو جو من شوي يقفز بعضهم عندهم حياة، يوصل كلماته يوصل أسئلته، مو عارف شو يوصل لأبو علي. وهذا اللي شفته أنا شخصيا، أنت ممكن عشت التجربة العام الماضي في فئة معينة من المعزين معتكفين، فكانت الشغلة اللي سويناها شغلة بسيطة جدا وطلبتها من الإدارة أقوم بها، إيش سويتها؟ رحت لهم أنا شخصياً وطلبت أجي لكم أكو فأنت بعدهم، ورحت بداية الأمر ماخذيني كأنه رسمي، حد يتكلمون ياي يعني ينتظرون أخلص أو واحد يتكلمون كلمات محدودة، يا أخي أنا جنب أسمع مش تقول كل أي شيء بخاطر كل ما حيسمع، كلمت ياهم باللغة يعني طبيعية بينه، ما خليتها رسمية القعدة، وأخذت منهم ذيك الليلة وعلمني أخو
احد اللي جلست يقول لي قعدنا البارحه يا ابو علي، مو ابو علي يعني سوى المستحيل، نزول الى الشارع انزل اليه، ويقول لك اكثر واكثر موقع مهما تكون اذا كان اكبر اداري في الموكب يكون هو انت تقول خادم الحسين، هي الرئيسي يعني الرئيس او اللي ماخذ موقع معين يكون فيها خادم لدلين، انسى هذا اللي يكون فيها رئيس خادم، الخدمه الوحيده في الكره الارضيه يحييها الانسان الرئيس خادم، خادم الخدام، هذا ينزل اليه في شرحه معينه، انت ممكن لمست هذا ونزلنا لشريحه غايبه وليله العاشر الترجمه صح شفت الموقف خيال فئة غايبة 4 سنوات 5 سنوات ونزلنا إليه، انزل إليه روح لبيته، أي نعم بعضهم اضطرنا الحال أنه ننزل إليهم، اقعدوا إليهم، هل اللي عندهم تشدد أو اللي عند يعني متعصب لفكرة فكرة ما ترك، لاقي لما تقعد إياه بتذوب كل الأمور بعد، وكان حضور حتى المطالب منهم أقول لهم تأكد أنت هل لا تطلب بس هل عاقلك أنك ترجع وتتواجد فيه، بس كان أوصل هذا الأمر للجماعة إن شاء الله هذه الأمور أكيد غير هذا عندك شيء أكثر، هو إذا أنت من الداخل ما نقول لك مسألة الترابط ويا المعزين، انزل إلى الساحة يا إداري، أنت مو عندك موقع تنظيمي فقط تنظيري، انزل إليهم، هاي الخدمة الوحيدة اللي الرئيس لازم ينزل إليه يكون خادم إلى هذا وهذا اللي سويناه فعلا، انعكست العام الفئات اللي رحنا لها واجتماعات وموضوعية والوقت متأخر والمطالب، حتى أحد الأخوان يقول لي ليكون أبو علي قاعد بعض القعدات تكون مقابل ثمن، لخليه يطلب ثمن، واحدهم طلب ثمن باهظ جدا، ولما طلبه قلت له موافق، أبو موافقين؟ قلت موافق 100%، بس تحافظ على هذا الطلب طول السنين، مو الحين حماس تبوي نوجده وبسنة جاية في التعليل تمشي، أنت عرفت المطلب؟ نعم نعم، يعني يقول ليش ما تخلي لنا أتذكر، ليش ما تخلي لنا ليلة معينة نقيمها إحنا نريح الإدارة، إحنا نجيب الرادو إثنين نضيف، نجيب الرادو الفلاني. يقول أكيد الإدارة ما تقبلها، هي أحد أسباب عزوفنا، فأنا ما طلعت من الاجتماع إلا ما إيدي إليهم موافق، كلهم استغربوا، بس كل معارض معارضونا في الرأي لو نوافق له ومستعد أقنع الإدارة، بس هل بتحافظ عليها مدة 7 سنوات حماس مؤقت توجد لي بتجيب لي الله يذكره بالخير شيخ حسين في ليلة 12 بتخلي لها وهج، هل بتحافظ عليها السنة الجاية تجيب لي نفس الرتم تتخلى عنها؟ يمكن انت يا شاب خلصت دراسه وتخطب ما لاقيت موجود، انت يعني اسستها وتركت ماشي حملني عبئها، مو انت تطرح لي رؤيه متحمس لها الحين، كل واحد يتمنى يجيب الكورة مثلا فلان من الناس سنة الجاية اشوفك متراجع اللي بعد، مو انت السبب لي حرج الحين لازم هذه الاحياء انا احافظ عليها، حملت الاداره عبئها، فها المشكله الجماعه ما معناته انا بعد نقل التجربه، الجماعه اللي طلبوا احنا هذا الرادود صاحبنا ومنجيبه للسنه الجايه بتجيبه بعد سنتين بتجيب على نفس وزنه، لان اذا ما جبت انت بتكلفني انا، نعم. بتقول الاداره شوف تركت الجماعه ترى هي نقطه انطلاقه من هالفئه، فكان تراجع كبير جدا فيها وفهموا السالفه، انت لا تقول لي لا في اي شيء اطرحه، بس خلى في الصوره ان فعلا انت اول واحد يحافظ عليه، تحملني لعب تترك لي تعطيني فكرة معينة وتتحمس لها مؤقتا وبعدين ألاقيك أنت حتى الموكب ما تحضر، وهذا اللي صار بعض من أثقلوا علينا ببعض مطالب لا أراهم في الموكب، يعني هذه المسألة بس نزول الإداري إلى عامة الناس مهم جدا جدا في العمل الحسين. نختم مع أخونا أبو زهراء، كلمة أخيرة للمعزين وإدارات المواكب في المنطقة. طبعا انا راح اجزئها الى 3 مو الى 2، الى الادارات والى المعزين والى الرادود اضافه واحد يعني. طبعا ما راح اكرر اللي ذكره ابو علي، مهم جدا ان الاداره تنزل الى المعزين، هذا امر خاص منا، ذكر امثله كثيره وهذا جيد، بس انا بنقل او بذكر شغله، انت كاداره رايح، بجيب مثال جدا بسيط، انت بعد نهايه كل موكب كل عزاء توفر وجبه، نعم، انت هذه الوجبه لما توفرها تامل ان الكل ياكلها ما يرميها في القمامه، نعم، فبالتالي انت كاداره موكب لازم تختار الوجبه
صحية، تختار وجبة لذيذة، تختار وجبة اللي تتناسب مع المعزين في وقتها يعني. نعم. وهذا شيء مهم جدا، ان انت على نقول بنسبة 90% تضمن اكلوها، تضمن استفادوا منها. نعم. بالضبط، هذا اعتقد مثال واقعي. احنا لما انا اسعى كإدارة ان اجيب رادود معين او اشتري حتى على مستوى اشتري مكبرات صوت، لأن هذا كلها في النهاية يعكس طلب المعزي. أنت تبي تعطي وجبة، هذا اعتبرها وجبة. لما تقول لي أنا أبغي أجيب المعزين أخليهم يستمعون لكن أجيب لهم رادود دون المستوى، أنا ما إن شاء الله ما في دون المستوى، لكن ما. بمعنى اللي ما. لهم دائما يتكلمون عنه، إحنا ليش نحضر؟ لأن هذا الرادود مو بهذا وجهة نظرهم يعني. ما. أو أجيب صوتيات معفوسة مخبوصة فوق تحت، هذا أمثلة يعني. فبالتالي أنت كإدارة مهم جدا أن تكون عندك هذه الرؤية، أن أنت توفر كل ما يحتاج المعزي. هذه مهمة جدا جدا يعني، أراها أن هي يعني لابد أن ينفذها اللي هو مجلس الإدارة لكل موكب. والأمر الآخر طبعا بالنسبة إلى 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 إدارات الموكب، ذكرت في البداية أن إحنا مهم جدا أن إحنا نشكل لنا لجنة إلى الرواديد، ومنها ننطلق إن شاء الله ويكون عندنا تصدير مثل ما ذكرت في البداية. بالنسبة إلى المعزين، المعزين الهدف، خلي يكون عندك الهدف الحضور بأي كان، سواء كان شاعر أداء ما أدري، بس يكون عندك هدف الحضور. نعم. أقولها وأكررها، أحضر ثم أحضر ثم أحضر. إذا أنت بقيت في بيئتك قاعد ما راح تغير شيء. هديت الموكب رحت موكب ثاني، موكب مالك ما بيتغير شيء، وبيبقى على ما هو عليه في وجهة نظرك، أنت ما قاعد تغير شيء. نعم. إذا ما حضرت ونقلت وجهة نظرك إلى الإدارة ما راح يتغير شيء. فأنا أؤكد على أنه حضورك واهتمامك بالأمور الموجودة في الموكب ونقلها بصورة حضارية إلى إدارة الموكب، مثل ذكرنا إحنا في البداية أن الموكب ما جاء منه ومن نفسه، ترى كل المواكب الموجودة أعضاء مجلس الإدارة اللي فيها منتخبة، وهذا شيء جيد. إحنا عندنا أن 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 إداراتنا في المواكب مختارينهم المعزين، وهذا شيء جيد. أنت تقدر توصل فكرتك ورأيك وأي ملاحظة عندك على أي شيء كان، هم راح يستمعون إليك إن شاء الله وتوصل إلى نتيجة. الكلمة الأخيرة إلى الرادود. طبعا مهم جدا الرادود يختار قصيدة، مهم جدا أنه اللحن ما لما يكون يعني يكون خلينا نقول يكون ملائم إلى المعزين، هذا مهم جدا. أيضا الأداء بطريقة معينة يعني يتناسب أيضا مع المصيبة نفسها. زين. والأهم من هذا كله تحضير المسبق. لا تجي وتقول أنا حافظ، لا تجي وتقول أنا متمكن، لا تجي وتقول أنا عندي وما عندي، لا 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 أبدا، هذه لا تخليها في بالك. حضر مسبقا وتعال. حضر، اغلط مرة مرتين وتعال. بقى حين أنا شلون أحضر؟ أنا بنقل لكم تجربة. نعم. تجربة واقعية إحنا كان نسويها عندنا في الموكب، موكب قرية الكورة سابقا، هذا كان في الثمانينات على أيام مسجد السخانة. كان الرواديد هال11 زين وغيرهم، كنا نقعد في جلسة ولما نحضر إلى مثلا قصيدة معينة بنلقيها في مناسبة معينة، نحضر المسجد قبل يوم قبل يومين زين، ونسوي اللطمية في المسجد، تحضير بالكلمات باللطمية بكل، كأنما طالعين موكب مكتمل. نعم. هذا جدا مهم احنا محتاجين إليه الآن. أيضا يعني احنا نسمي، هذا كان موجود عندنا في الكورة واعتقد يمكن كان موجود في توبلي بعد،
الشبل الصغير أو موكب الأشبال. نعم. موكب الأشبال ومنه يطلع علينا رواديد. هذا بعد مهم جدا، يعني خلينا نقول من مهمات الإدارات نجاح الرادود في الموكب. نعم. نجاح الرادود. النقطة اللي أبغى أركز عليها كرادود، لا تقلد أبدا، لا تقلد أحد، بمعنى أن أنت والله أنا هذا الرادود الفلاني أنا أبغى أصير مثله. أبدا، هذا يسقطك من أول شيء. أنت كرادود إليك إمكانيات معينة، خلي تكون إمكانياتك في الصوت أفضل من ذاك الرادود. ترى إمكانياتك في الأداء، إمكانياتك في إمكانيات أنت تتميز بها وما يتميز بها. في بعض الرواديد ممكن حتى يوصل إلى مرحلة أنه حتى قراءات خاطئة، لكن عنده صوت وعنده جهورة جوهري صوته وما شابه، لكن كلماته يعني على قولتنا يكسر وينصب وما أدري شنو، يخبص المعنى فوق تحت. فأنت لا تقلد لأن الرادود الفلان أنا بأصير مثله، لا، حسب إمكانياتك وخذ خبرات، خذ من الرادود وخذ من الرادود الفلاني وخذ من أعلى الرادود، لكن أنت تقول أنا بأصير مثله، أنت ممكن تصير حتى أفضل منه. وطبعا الكلمة الأخيرة إلى الكل، التعاون المشترك بين كل هؤلاء الفئات، الإدارة والمعزين والرواديد والشعراء إلى آخره إلى آخره، هو سر نجاح الموكب. تب موكب مالك ينجح، اتعاوني الكل. لا تقول أنا رادود خلاص وصلت لمرحلة وبطلع برا القرية، لا أبدا أبدا أبدا. ترى ما طلعك أنا ما أتحكي عن أي قرية، لكن ما طلعك من قريتك إلا قريتك، ما هي يعني خلينا نقول إلا موكب مال ديرتك هو نفسه. نعم. كل الرواديد هم أساسا كانوا في 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 مناطقهم، فمهم جدا إن التعاون يكون موجود على أساس إحنا نحفظ المواكب. وإلى هنا نقول الحمد لله. أحسنت.